النصراوي أن يكون الداعم الأول للعيبة وللإدارة، وأن يثق في إدارته وأن يثق في لعيبته ويثق في جهازه الفني. يجب علينا من الآن وصاعد أن نكون كلنا يد واحدة. دائما الجمهور أنا أعتبره هو الوقود صراحة للاعب خارج الميدان وأيضا كذلك داخل الميدان. اللاعب اللي ينزل مستواه نقف معاه بكل ما أوتينا وندافع عنه، اللاعب اللي يكون في مستواه أيضا كذلك نقف عليه وندعمه حتى يسير على ما هو ساير عليه. هذه الرسالة إن شاء الله اللي أوجهها للجمهور، وأنا أعرف أن الجمهور النصراوي واعي وبإذن الله يحقق النصر البطولات بدعم الجمهور العالمي.